جاكم فريد من خلال ميكرو تكوميك مع انفاس. كما العاده خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس واش عزيز عليهم خبز ديال الزنقه ولا عزيز عليهم خبز اللي كيعجنوه في الدار كيديروه في الوصله وكيديوه للفران. الا بغيتوا تعرفوا الاجابه اشنو هو اللي عزيز عليهم خليكم معنا. تحياتي لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا الاخ ناشط. الحمد لله ناشط. ناشطين ناشطين. قول لي الزوجه ديال المستقبل ديالك واش بغاها تعجن لك الخبيز وديرو في الوصله ودير الفران ولا تاكل الخبز ديال الزنقه ما عندكش مشكل؟ لا لا بغاها تعجن ودير الخبز للفران بكل تواضع. بكل تواضع. وانتوما دابا في الدار الوالده ديالك كتعجن وكدير لها الخبز للفران ولا؟ هذاك الشيء اللي كاين. كاين الخبز ديال الدار ولا كاين الخبز ديال الدار؟ الخبز ديال الزنقه ما كيدخلش للدار. عندكم الوصله في الدار؟ كاينه الوصله. كديها للفران؟ كنديها للفران. ولا كتك ديال الفران بكل تواضع. بكل تواضع. تحيه. السلام عليكم. السلام سيدي. الاخت باقي عندكم الوصله في الدار ولا حيدتوها؟ مازاله. مازال كتعجنوا في الدار وكديو الخبز للفران؟ شويه ماشي كما كنا كنديروا. داكشي اللي كان تقاليد بكري ما بقاش داكشي كما كان. مره الخبز ديال الفران مره ديال الزنقه. الزنقه داكشي اللي كاين. شكون اللي بنين ديال الزنقه ولا ديال الفران؟ طبيعه الحال ديال الدار. ديال الدار هو اللي بنين. طبيعه الحال. دابا انتيا كتعجني؟ انا كنعجن. ولا كدي الخبز للفران؟ بجوجو. بكل تواضع. يا دابا الزوج المستقبل ديالك ان شاء الله غنقولوا لي صافي جي راه كتعجن. ان شاء الله. مرحبا. صافي اجي. مرحبا. وجي بكل تواضع راه كتعجن. ربي يخليك. تحياتي. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. قولي يا الشريف باقيين محافظين على ديك التقاليد ديال كتعجنوا مولا الدار كتعجنوا وكدير الوصله خبيزات في الوصله وكديهم للفران؟ لا العجينه في الدار ولكن كاين كاين الفران. ديال الدار؟ لا ديال البوطه. ديال البوطه ديال الدار. ديال الدار بكل تواضع. ديال الدار. ديال الدار. اذا ما كتشريوش خبز من الزنقه؟ لا والو. لا ايمي. لا والو. وشنو اللي بنين واش الخبز ديال الدار ولا ديال الزنقه؟ ديال الدار من طبيعه الحال كتكون عارف شنو كاين فيه مخدوم بليد و اللي يدين اللي عاجنين بنان. بنان بكل تواضع. مسمى الحرشه كل شيء في الدار ما نشريو حتى حاجه من الزنقه. تحياتي لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي داير الحاجه؟ لاباس الحمد لله وليدي. قولي باقا كتعجني ودير وصيله للفران ولا والو؟ ونقول لك الصراحه وليدي كنت كنعجن فاش مرتي وضروني يديو المفاصل ما بقاش كنعجن صراحه. الوصله باقا في الدار ولا تباعت؟ كاينه الوصله لا كاينه وكاينه القصريه ولكن اللي يديني ما بقاوش. بكل تواضع. تواضع صراحه ولكن الصحه. وما كاينش البنيات اللي يعجنوا. عندي بنت وحده تزوجت. صافي مشات تعجن راجلها. صافي ومحالش كتعجن حتى هي كتجيبها الخبز من هذا. شنو هو الخبز ديال الزنقه؟ الخدمه عرفتي بنادم خدام ويلاه يجي عاد باش يعجن ما بقاش الوقت. شي ميساج لهاد البنات اليوم اللي كيشريو الخبز من الزنقه وما كيبقاوش ما بقاش التقاليد ديال كيعجنوا ويديروا الخبز للفران. هو ما كاين ما احسن حاجه ديال الدار وصحيه شي حاجه نقيه كتاكل على يديك ومنيت حتى لا ما حتى الرياضه هذيك راه كتعجن ودلك راه اكثر هي اللي خدمتي الشعبي عاود دردك زيد دردك دردك على ديك العجينه. داكشي اللي كاين. بكل تواضع. والله انا ما كنلومهمش حيت دابا كانت بكري كان الراجل خدام المراه كدير الدور ديال الدار دابا المراه ولات خدامه برا ولا لداخل والدراري زعما الله يحسن العوان صراحه هذا ميساج لهاد البنات اليوم وكاينه كاينه في الدار خصها تعجن وخصها دير اي حاجه صراحه اللي ما عندها ما يدير خصها تعجن خصها تعجن ودير الخبز في الوصله ودير الفران صراحه والله لا وليدي كاينه الوصله كاينه القصريه ولكن اللي يديني عياو صراحه المفاصيل ما خلاونيش نعجن ولا ندير لكم تحياتي على هذه الصراحه هذه تحياتي صراحه بارك الله فيك. شكرا وليدي الله يسهل عليكم.